السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي في الجزء الثاني من مشهد ماكينة القهوة والفنجان. دي الصورة اللي أنا استخدمتها في عمل فنجان الإزاز، وبرضه هحطها لكم إن شاء الله مع باقي الماتيريال إن شاء الله. هنيجي هنا ننزل سفير بالطريقة دي كده، وهنصغره على الحجم بتاعنا بالشكل ده. ممكن نكبره كده شوية ونطلعه فوق اهوت بالشكل ده، يبقى مظبوط معاك على الشكل العام. وهنخش على البرسبكتيف NA NB، ونزود شوية segments tool بالشكل ده كده، ونحوله editable، وهنجيب الدوت والريكتانجل، ونيجي نشيل الجزء ده بالشكل ده كده، وهنيجي على البولجن والريكتانجل برضو، ونيجي نعلم على الجزء ده كده ونسحبه لتحت، ونجيب السكيل وبرضو الحركة بتاعتنا نسحب الواي، ونيجي عند الواي كده ونكتب 0، ونيجي نعمل انر 10 بالشكل ده كده بره، ونعمل له اكسترود. تعالى قبل ده واحنا واقفين كده نعمل سكيل بالشكل ده كده، وبعد كده نسحب اكسترود، نعمل انر اكسترود لبره كده شوية، ونسحبه لتحت سنة بسيطة عشان يدينا شكل قاعدة الفنجان بالشكل ده كده. انا مش مرتبطين طبعا بالشكل العام، احنا بناخد سكيل وبعد كده اعمل اللي انت عايزه. هنيجي على البولجن بالريكتانجل، ونحدد الجزء ده كده، ورايت كليك اكسترود، اعلم على كرييت كابس، وخش جوه شوية بالشكل ده كده، وممكن تطلع بيه يبقى على اول الحرف من فوق كده بالشكل ده كده. وكل ده هنحطه في subdivision، ونيجي باللوكت بس نحدد شوية الشكل بتاع الفنجان بالشكل ده كده. وهنيجي على اليد نلغي subdivision، وهنيجي نحدد بس كده جزء عشان نشوف احنا هنعمل ايه، ونيجي نلغي الجزء ده، ونبدأ ان احنا ناخد اكسترود لبره، اكسترود لبره كده بالشكل ده، ونبدأ برضو نظبط السكيل بتاعنا نخليه 0، ونبدأ نسحب بالشكل ده كده، نمشي على الدوران بتاعنا بالشكل كده، ونبدأ ان احنا نلف كده، وناخد سكيل جديد ننزل بيه ونلف اكسترود تاني اهوت لبره، وتسحب ونلف شوية كده بالشكل ده اكسترود تاني، وانت ضغط كنترول هيظبط معاك الدنيا. هنلف اكسترود تاني اهوت، وتلف السكيل بتاعك بالشكل ده كده اهو، اكسترود تاني، تبدأ تزود الدوران بتاعك عشان يبقى مظبوط، اكسترود تاني بالشكل ده كده اهوت، ده ممكن نخليه 0، اكسترود تاني، نتلف كده ونلف نسبة الميل شوية، اكسترود ونلف تاني، اكسترود ونلف تاني، اكسترود
ونظبط الدوران لغاية ما يجي في الآخر ويظبط معانا بالشكل المظبوط اهوت. ونيجي هنا ونلف اكسترود ونخليه كده ونسحب اكسترود او خليه كده مؤقتا، وهنيجي قصاده هنا بالضبط كده وناخد برضه الأربعة اللي قصاده ونعمل لهم اكسترود لبره بالشكل ده كده اهو. برضه هنمسك الاكس نخليه زيرو عشان يبقى مظبوط معانا بالشكل ده كده اهو كده، ونسحبهم كده عشان يبقوا احنا هنا عندنا 1 2 3 4 1 2 3 4 بالشكل ده كده. وهنيجي نعمل لده ديليت، ونيجي نعلم على اللي جوه دول نعمل لهم ديليت ورايت كليك، نجيب الولد ونبدأ ان احنا نمسك كل نقطة نديها للنقطة اللي قصادها كده بالشكل ده كده عشان يظبط معانا. تيجي نعمل من تحت برضو، اتأكد ان كل النقط بتاعتك اتوصلت ببعضها بالشكل ده كده. تعالى على الجزء ده ونعمل له تعديل او نخليه عدل ونظبط النقط بتاعتنا بالشكل ده كده. تأكد ان انت بس واخد النقطة دي مش واخد حاجة تانية معك بالشكل ده كده. ونفعل الاكسترود السبديفيجن عشان يبقى معانا الفنجان بالشكل ده كده. وهنيجي من هنا ونعمل له اكسترود لبره شوية حاجة بسيطة عشان يدينا الشفة بتاعت الفنجان. تمام، هنيجي على الطبق ننزل ديسك هو معانا بالشكل ده كده اهوت. هنصغر الطبق اهوت، سوري قصدي هنبقى معانا بنفس العرض. هاجي احوله اودي تيبل واجيب الايدجز واعمل اسحب امسك كنترول واسحب الاكس لفوق كده وبالسكيل افتحه لبره شويه وكمان واحد وافتحه لبره شويه. تمام التمام كده بالشكل ده. وسلكت اول واعمل له اكسترود لجوه او لبره زي ما انت عايز بالشكل ده كده. يبقى معانا شكل الطبق بالشكل ده. هاجي هنا هقفل الاكسترود، وهاجي قبل ما اعمل، خلينا قبل ما نعمل الاكسترود تعال هات اللوب وامسك الجزء ده ويسحبه لجوه كده او تطلعه لبره على حسب ما انت عايز تعمل شكل للطبق. ونعمل عملية الاكسترود لجوه او لبره اللي يريحك، مش هتفرق معانا كتير. بقت عندنا بالشكل ده كده. ممكن اللوكات تحدد برضو لو انت عايز تديله شكل معين ما عندك بالشكل ده كده، او ان انت لو عايزه يبقى في انسيابية ممكن تخليه بالشكل ده كده، ما فيهوش مشكلة خالص بالنسبة لي. تمام ده كده عندنا الشكل اهوت ده. ناخد الطبق نطلعه فوق كده ونجيب الفنجان
ننزله عليه بالشكل ده كده، ماشي. هنسمي ده الطبق وده الفنجان. اهو كده، ونسمي كل الفنجان بالشكل ده كده. ده عندنا الناس بلان، نرفعهم فوق شوية كده. هنزل بلان تانية وعدلها، ولو تكون هخليها مثلا 50 في 70 عشان دي اللي هنظبط عليها بعد كده الشغل بتاعنا. يعني هجيب الفنجان بقى كده وإيه، وأعمله شيفت في، هلغي الصورة مش محتاجها، وهصغر الفنجان نسبة وتناسب مع البرواز بحيث إن أنا أبقى شايف، يبقى أنا عندي سكيل شغال بيه بالشكل ده كده. هاجي على البرواز على 50 في 70 اللي احنا عاملينها دي، ونخليها بدون سيجمنتس خالص، وأعمل إديتيبل، وهجيب اللوب سيلكشن، وهاجي هنا وأعمل إكسترود حاجة بسيطة براحتك، ولو يكن هنخليه مثلا 3 سنتي عشان يبقى الفريم عريض وشكله حلو، نطلعه فوق كده. وهنجيب اللوب سيلكشن ونعمل إكسترود واحنا معلمين على الكريت كابس، واطلع بيه بره شويه كده، واجيب الايدجز واعمل لوب كده ولوب كده، واعمل بيفل. عايز تخليه بالشكل ده براحتك، عايز تخليه دوران براحتك، بس انا هخليه من غير دوران، انا هخليه عدل كده بالشكل ده كده، يبقى معايا بالشكل ده. وهاجي على البلان الارضيه، هاخد منها كوبي، وده هسميه برواز، وهاجي على البرواز. يفضل هجيب بقى الاكس بتاعنا او الانيبل اكس والسناب، وعلم على الايدجز، وهاخد ده اسحبه لتحت كده عشان لما احب اعمل روتيشن يبقى انا عندي الميل بتاعي مظبوط ما يوجعش قلبي. فهو كده بالنسبة لي انا الدنيا كده تمام، او لو يكن ممكن الموضوع يبقى بعيد شوية، فانا هجيبها على هنا كده، واجيب دي على البرواز بالشكل ده كده، ويبقى هو عندي البرواز بالشكل ده كده. تمام التمام كده، عندي الدنيا تمام. دي هسميها الفنجان اهوت بالشكل ده. هروح بيدج جديدة، هنزل سفير وهخليه هنا، اختار اخر اختيار هيقسمه لي، وهاجي الفه بالشكل ده كده، وهاجي احوله اديتيبل، واجيب الرايت كليك اقف على الدوت، واجي على الكلوز بولجن واقفل ده خالص، وابدا بالسكيل بتاعي امطها كده شويه واعملها كده. احنا كنا عملنا موضوع القهوه ده قبل كده، بس هنظبطها تاني بالشكل ده كده وبالسكيل اللي انت حبه. هنيجي هنا نعمل سكلاب، وهنيجي على السب ديفيجن نزود سب ديفيجن بالشكل ده كده. هجيب البول هجيب نايف عشان اقطع بيها كده، هزود هنا اقلل السايز وازود القوة بتاعتها شوية، وهاجي من هنا كده اعمل امشي بايدي بشكل عشوائي كده الشكل اللي انت عايزه.
بعد كده اجيب البول هنا، واجي من هنا لود واختار اي كاتشر انا عايزه واشوف تأثيره ايه. كده انا شايف ان ده تمام. هاجي على السيمتري وهعلم مثلا الواي عشان تبقى معايا الناحية التانية وانا شغال، هعمل بس شوية شكل كده في الحبوب، مش حاجة، هي كده كده هتبقى حجمها صغير معانا، مش هتبقى باينة قوي التفاصيل دي، بس شيء بالشيء يذكر بقى. هجيب البول بقى انا تاني، او ممكن النايف شوية، وهجيب السيتنج واللود، وهجيب اعمل شوية تفاصيل كده، هزود تأثير، وهبدأ انا بالنايف بس ابدأ اعمل ايه تقطيعات كده في الحروف بشكل عشوائي عشان تديني شكل شوية للقهوة بالشكل اللي انت شايفه ده كده. احنا مش محتاجين تفاصيل او كتير عشان الدنيا ما تتقلش مننا. هنخش على الستاندرد، نرجع تاني للستاندرد ونشوف الشكل العام بتاع حباية القهوة ممكن يبقى معانا بالشكل ده كده. خد بالك ما تتقلش تفاصيل عشان الجهاز. هنيجي هنا نقول له current start عشان ياخد لي منها كوبي، وأدل دي تفضل دي معايا، وأحطها في sub division عشان تنعم لي الدنيا، وهصغر بقى الحبوب شوية في الدنيا من غير حاجة وهتبدأ تتقل منك. فأنت حاول إن أنت تبقى قلل تفاصيلك على قد ما تقدر عشان الدنيا ما تتقلش منك. يا كده كده حبوب القهوة هناخدها دلوقتي كده من غير حاجة، نحطها في الشكل بتاعنا، سميها حبة القهوة، ونخش على الطب ونصغر شوية ونشوف الحجم اللي احنا عايزينه بالشكل ده كده. ننزل بقى وناخد بقى ندرس الشرطة كلها نحطها على، وحبوب القهوة تبقى بالشكل ده كده ما تقلش. أنا هاخد يعني إيه مجموع مش كتير، وانت على حسب ما انت عايز بقى ايه ابقى زود. احنا بناخد كونسبت، وانت ابدأ العب زي ما انت عايز. انا عشان ما تقلش الدنيا اعمل حاجات انا مش محتاجة اكتر من ان انا بس املى المشهد بتاعي بالشكل ده كده اهو، حاجات بسيطة، وانت براحتك اعمل اللي انت عايزه. ده عندنا بالشكل ده كده. تعال نروح للمشهد الرئيسي بتاعنا او اللي احنا كنا عاملينه. مفيش حاجة أكتر من كده، أدي شوية القهوة والمشهد والحيطة وخلاص. فأنت براحتك بقى عايز تظبط وتكتر، أنت براحتك بقى إيه أعمل اللي أنت عايزه. ممكن كده نعملها كده، هنروح نجيب من الريسنت مكنة القهوة كده، نحطها زي ما هي، نحطها هنا. طبعا حجمها رهيب، ننزلها
هناخد دول كده هنضيف القهوة ماشي مكانك القهوة عايز تصغر شوية صغر تعال نحرك الأكس بتاعنا نخليه تحت عشان تبقى نقطة الارتكاز بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده كده نجيب البرواز كده شوية عشان ايه اللي احنا عايزين نعمله ممكن نكبر شوية المكنة ماشي انا مكنتش دي شغال بسكيل بقى انا كنت شغال ايه بالنظر كده ده كده عندنا المشهد هنيجي على كورونا نظبط بقى طبعا الإحداثيات بتاعتنا الأخيرة بالشكل ده كده هننزل سكاي والفيزيكال سكاي هنخلي واحد زي ما هو ونعمل كولر هنخليه نص وهنيجي الشغل بتاعنا ده كله هنعمله كده نكتب ارت وورك عشان نبقى احنا عارفين شغلنا نيجي هنا على اللايت هنزل هنا بقى لايت رايت كليك هخليه تارجت واشد الارت وورك احطه في التارجت اوبجن واجي على اللايت بقى نفسه هنعلم بقى على البيرد والحاجات بتاعتنا الجميلة اللي احنا حفظناها وهبدأ ان انا اعمل اوزع اضاءتي بالشكل ده كده بالشكل ده كده اهوت وهعمل كنترول ودي وهخلي اللايت بتاع الجري وهاجي على الماتيريال وهخليه انا بس هديله ارضية جري كده خفيفة تظهر معايا المشهد على ما نروح للماتيريال بتاعتنا ده كده الشكل العام بتاعنا حبوب القهوة محتاجة تصغر بالشكل ده كده نعمل زوم شوية طبعا المشهد الأخير احنا هنشوف ايه اللي هيحصل فيه وربنا يسهل ده بكده يبقى اكتمل عندنا المشهد هيبقى فاضل عندنا بس الماتيريال طبعا التظبيطات الأخيرة دي احنا هنظبطها مع بعض أحوط البروز نطلعه شوية كده أنا أظن من الدنيا تمام كده يبقى خلصنا الجزء الخاص بالموديلينج هيبقى فاضل لنا بس الماتيريال نعمله في درس منفصل عشان برضو الدنيا ما تتقلش كتير فنلتقي في جزء الماتيريال إن شاء الله أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.